البرلمان، السلطة التشريعية للبلاد والمنبر الذي استأمنه المواطن لسان حاله لينقل تطلعاته وأماله ويجتهد في حلول تشريعية لمشاكله وانشغالاته في دوراته وجلساته التي ستكون على مرأى ومسمع منها من خلال قناة البرلمانية التي تدعم بها المشهد الإعلامي الوطني. البرلمانية همزة الوصل بين الشعب وممثله بالبرلمان والنافذة التي يحضر من خلالها المواطن تفاصيل المناقشة والعروض والأسئلة والاستفسارات ومشاريع القوانين بشأن مسائل ذات صلة بيومياته وقضايا الوطن والأمة. فبعد أن استكملت الجزائر مسار البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة، ها هي ذي تمضي في تثبيت دعائمها من خلال الإعلام الشريك الاستراتيجي لهذا البناء. قناة البرلمانية بالنسبة للإعلام الجزائري عموما هي تجربة جديدة في المشهد الإعلامي الجزائري، وحتى على مستوى الوطن العربي تقريبا عدد محدود جدا الدول التي اعتمدت مثل هذه القناة، وأعتقد أنها تندرج ضمن رؤية سياسية وإعلامية جديدة تريد الجزائر أن تنتهجها، خاصة في ظل التوجه الآن الجديد على جميع الأصعدة، خاصة التوجه السياسي ودستور 2020 الذي أعاد الدور الهام التشريعي والسياسي الكبير للبرلمان وأعاده للواجهة السياسية للبلاد. هذه القناة كما تعلمون جاءت في ظل التوجه السياسي الجديد للدولة الجزائرية، هي التزام من الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، والذي هو البرنامج الذي انتخب من طرف الشعب في 12 ديسمبر 2019. البرلمانية توجه نحو ترسيخ الوعي والحس المدني لدى المواطن تكريسا للتشاركية والشفافية في تسيير الشأن العام، إذ تراهن على نقل النشاط البرلماني وتحليله وتبسيطه للمواطن في قوالب إعلامية متنوعة يسهر على إعدادها طاقم صحفي وتقني متمرس يرقى بالرسالة الإعلامية إلى مصافي الاحترافية والمصداقية ملتزماً بأخلاقيات المهنة. إذن كما تشاهدون نحن الآن مع الرتوشات الأخيرة للبرامج ولكل الإنتاجات لقناة البرلمانية. قناة البرلمانية كلها يعني مستعدة للرقي بالعمل السياسي الإعلامي في الجزائر. البث سيكون في البداية في ساعات محددة، ولكن مع الوقت سينتقل إلى 24 ساعة. الشبكة طبعا تعطي الأولوية للنشاط البرلماني لكل ما يتعلق بنشاط النواب في المجال التشريعي، يعني الجلسات العامة ستنقل على المباشر في الغرفتين جلسات الأسئلة الشفوية التي يتوجه بها النواب وأعضاء مجلس الأمة للحكومة، لأعضاء الحكومة ستنقل كذلك على المباشر. سيكون هناك بلاتوهات مرافقة لكل ما يجري من نقاشات حول مشاريع القوانين. التغطية والعمل الإعلامي سيشمل كل المجالس المنتخبة حتى نضع المواطن عن كثب في متابعة يعني قريبة وعميقة لكل ما يقوم به من نشاطات المنتخبين من أجل تعزيز الثقافة القانونية للمواطن. وحرصاً على نقل الصورة بكامل أبعادها وتجلياتها وجودتها العالية، تسخر البرلمانية كل الإمكانات والتكنولوجيات الحديثة. هي قناة التي ستبث في عبر السات الألكومسات والنيسات بالإشارة HD، سينيال HD، وهي جاهزة كاملة بكل أجهزة التقنية والتقنيين جاهزين. كمصورين نسعى إلى التقاط صور وفيديوهات مباشرة وحية بعين المكان وروبورتاجات من أجل دعم قناة البرلمانية، ونكون همزة وصل بين البرلماني
والمواطن. فرق القناة ستنتشر عبر 58 ولاية، ستنقل مباشرة انشغالات المواطنين إلى النواب، وستسهر على نقل كل المساهمات النواب إلى المواطن. ستكون بمثابة الجسر القوي والمتين بين الناخب والمنتخب. حد تسعى البرلمانية لكسبه من خلال تبديد المغالطات والإشاعات والأخبار الكاذبة التي أضحت حالياً سلعة رائجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بنشاط المشرع الأول للدولة، حتى تدحض كل محاولات التلاعب والعبث باستقرار الجزائر ومؤسسات الدولة. البرلمانية ترفع هذا التحدي وتريد أن تكون في مستوى تطلعات طبعا المواطن، حتى تجلب هذا المواطن ليتابع أخبار بلده والأخبار التي تخصه من خلال قنوات وطنية، ولا يذهب ربما إلى جهات مسمومة سواء كانت داخلية أو حتى من الخارج. ونعرف جيدا الآن ما يحاك للجزائر وما يحاك طبعا من الكثير من يعني لهز هذا الاستقرار الذي ننعم به حقيقة وليس فقط يعني مجرد كلام. البرلمانية دعامة أخرى لحقل الإعلام السمعي البصري الوطني، يطلع من خلالها الجزائريون على مآل ما أوكلوه لممثليهم في صورة تنأى عن المشهد النمطي المسوق عن وظيفة البرلمان، وفي مظهر متجدد يؤسس للتفاعلية بين المواطن والساهرين على التشريع لشؤونه.